السلام عليكم ورحمة الله زوف الله. وإن ساعة متأخرة من الليل ووصلني خبر كما راكم تشوفوا على العنوان الرئيسي أنه سيتم غدا الثلاثاء الاثنين 3 جوان، حتى من هنا راني حاط 3 جوان لأنه هنا في فرنسا رانا في 3 جوان وفي الجزائر ما زلتوا في 2 جوان، مازالكم 3/4 تاع الساعة، ونفس الشيء بالنسبة للمغرب وتونس. المهم وصلني الخبر الآن منذ لحظات أنه المجرم الجنرال عبد القادر حداد المدعو ناصر الجن اللي البارح واحد من الزلام نتاعو يشهد عليه أنه يحب الوطن ويحب كذا، سيتم تنصيبه على رأس مديرية الأمن الداخلي خلفا للجنرال جمال كحال مجدوب اللي كان أصيب بوعكة صحية منذ مدة، ولكن الراجل ما تعافاش وكانوا ديجا معولين باش يحطوه مور العيد، مثلا يمكن معولين يحطوه مور العيد ونشوفوا نذكروا بالصورة هذه ما بين ولد الحرام عبد المجيد تبون اللي يعين أكبر مجرم عرفته البشرية، مش الجزائر، البشرية، أكبر مجرم يحطوا على رأس مؤسسة اللي تضمن الأمن تاع الجزائر والأمن تاع الجزائريين. اسمعوا واش قال. نذكر كامل الصورة هذه نهار العيد، قالوا سي ناصر وشد روحك، ايه كلشي مبروك. تسمى كان معهود باش ينصبوا، وفي هذيك خرجت الحكاية تاع ناضت الحكاية تاع بن شيخ نحاوها من الأمن الوطني وخرج وداو الحبس عاودوا طلقوه، تخلطت الأمور على تبون. وطبعا فريناو جماعة العسكر اللي كانوا يعني كشفوا انهم كانوا يحفروا التبون، فريناو باش مدخلوش معه في الصدام، وبقات الحكاية مأجلة ولا خير يستنى ولا هي سيفي بوتي ذاك البروكسينات جنرال بروكسينات جبار مهنا اللي هو وراء صعود ناصر الجن. ولكن الأمور عاودت رجعت، جبار استرجع أنفاسه، ناصر الجن كيف كيف توفيق مازال يحرك في الأمور، وطبعا البخاخة تاع تبون خرج فرشة، وجماعة اللي كانوا يعولوا على بن شيخ وكذا منه بن شيخ من على فرنسا، انه بن شيخ المشكل تاعو انه عميل تاع فرنسا، وهذا الشيء يعني ما تعرف به، يعني هذا الشيء ما تعرف به، ما تقدرش تكون تاع عميل تاع دولة اجنبية فرنسا لا غير فرنسا وتجي تكون على رأس الأمن الوطني. احنا اليوم من العميل عندنا المجرم على رأس الأمن الداخلي تاع المخابرات الاخترا، سمعت؟ دونك زيد انا بشيخ كنت كلمت عليه قبل ما يبداو يتكلموا عليه الاخرين، الزلام جبار معنا بالوثائق جبتنا وقلناها بكذايا بابه جدو انزواف، سي انزواف بابات يعني ثالث الى بن شيخ، هو كنت ذكرت وعطيت بالوثائق انه عميل فرنسا وعنده علاقات مع الموساد الاسرائيلي، وبالوثائق ما نظلمو ما نديرو لها. ومن بعد نعطي عليه حمله في ذلك متكلموش، بعد نعطي عليه حمله وكذا وكامل. وعلاش نعطي عليه الحمله؟ لانه هو اللي بعثوا له
التليفون تاع الجرد كيما حاولوا في فرنسا كيما نشوفوا نذكروا بهذا ريحة الاي اي هذه كارلوس الجرد بون دونك نهضر خبط وبون بلا على روحو نحاولو سروال وبقى عريان تيشورو في الارض نحلو التليفون هذاك ما كانش معاه نحلو التليفون هذاك السيد نحلو التليفون المهم ومن بعد راح يبعثو مو غنبعثو البوليسية صاب خيط بعثو البنشيخ اللي كان مدير الاخر بون ما يحكموش امور السرا بيناتهم في هذيك الاخر المهم باش يفتح التليفون دا قال هاوليك واش كاين عطانا التبون تبون بخاخه مي يشوف يقرا هذا باللي يحفروا له يروح يمدر شنقريحه كلش سي نورمال شنقريحه وجبار وكذا يطلعوا يحبطوا الصباح يروح عند بن شيخ يقرد فوه هو خارج من دارو يحبطوه لا دي جي اس ان يصيب جمال كحيل جنرال كمال جمال كحيل كحال مجدوب مدير الامن الداخلي وجبار مدير الامن الخارجي ومدير دارك يستناو فيه باش يدير باساسيون دو كونسيل مع المدير الجديد علي بداوي وزير الداخلية طبعا خدام حزام عند العصابة قالوا له أروح باش تعين أحمد جاع وسلام بهم لهدة الأمور تطور زاد بعد ما تحكم الشيخ كان مشى خرج مشى لفرنسا عاود ولا ما يخرجش ما عندوش الحق هو خرج لانه عنده الخيوط ديالو خرج راح فرنسا راح للنمسا راح للسويسرا راح هو سبارتو ربط الخيوط ديالو عاود خرج كي دخل دخلوه الحبس 10 ايام عاودوا طلقوا تليفونات حكايات كذا اونتر طون الجرد يتحكم في فرنسا يتحكم في باريس وكي بغل طبعا بغلون رف تليفوناته ثلاثة ولابتوب معه رف معه في الكرطاب كي تحكم اوب ينحيوهم له البوليسية في لاكاردا ينحيوهم نوت سي نورمال يحلو اش كاين شوف كل شيء تصور اسرار دولة عن جرد اسرار دولة عن جرد يعني ماشي كل اسرار ولكن جزء يعني كيفاش اجهزة مخابرات وقائد أركان جيش وولد قائد أركان جيش وكذا منا جماعة متحاملة ومتأمرة على رئيس الجمهورية وتحم على كل حال ولكن مش تنحو مش يبقى التاريخ ما تمسخوش روحك ما تمسخوش الجزائر هو مسخين من بكري ما الجزائر عايش تسخو فيها المهم دونك في هذيك العمليه ديالنا خلات كل واحد علات فيها لا غابراسيون كما نقول لك الناس حابسه مش التعيين تاع ناصر الجنبات بعيد صغير تبلوكا الامور رجعت بالعقل بالعقل مزايد لحد الان كما قلت مؤامرة راهي تمشي ضد بوعلام بوعلام اللي هو حاطم في السبلة من الأول لأنه بوعلام بوعلام ثانية عنده علاقاته مع فرنسا وعنده علاقاته مع جهات أخرى وكامل ومدام أنه جماعة يحوسوا على راسه سي نورمال يحب يحمي روحه هو ثاني ولكن جماعة هذا بوعلام بوعلام وفرد بشي خارجين الله ينوب وممكن جدا انهم يعاودوا يدخلوا فريد بن شيخ للحبس ممكن جدا لانهم حقوديين ما يسمعولوش ممكن جدا يعاودوا يدخلوه وجميع من مشى معاه يخلص يعني كما بوعلام
وعلام لازم يخلص، وتبون ما يحمي حتى واحد لانه رخيص رخيص، ما كاش يعني دليل اكثر من هكا. تبون رخيص وزيد يعني على باله باللي هذا ناصر الجن مجرم، باللي قتل الجزائريين، باللي كذا، وكاين شهاده تاع سي السيرجان شاف هواري. هنعاودو نجوزوها، نعاودو نجوزوها. السلام عليكم، معكم السيرجان شاف هواري سي بي ام اي فرقة الموت. اليوم غادي نحكي لكم على ناصر الجن. حداد عبدقا مدعو بناصر الجن. ناصر الجن كان يدي كيدي في سي بي ام اي بلي بريم، بلي بريم كانوا يدابزو باش يشكون يدي كيدي. كانت لا بريم 10 ملايين، 15 مليون، 20 مليون. تلا كيدي في سي بي ام اي، تلا كيدي في سي بي ام اي تدي 15، تلا كيدي برا اور سي بي ام اي تدي 25 مليون. ناصر الجن كان متارد العقلية، وناصر الجن كان حبيبي، كنت نقضى معاه. كان يسكن في درقانة جزائر العاصمة، وكان من عصي كان حبيبي، وصارت لي مشاكل معاه كبيرة، ولا صديق مقرب يعرفني، يعرف لي غاية الغاية وانا نعرفه غاية الغاية. كان في الليكيداسيون كيف السي بي ام اي يحسبوا شحال كاين، 15 20 واحد 25 واحد غادي ليكيدا، كان هو يقول لهم انا ليكيدي 10 15 20. كان نصهم مدينين، وكان نصهم عسكريين باش يدي لافرين بزاف، وكان يدبز بزاف مع الناس، ويدبز بزاف مع المرحوم عثمان. كيفاش ليكيدو، شكون لي ليكيدي بزاف عليهم. و لابريم كانت تجي من طرطاق، من جينيرال طرطاق ديريكت من الفيلا، تحسب شكون لي ليكيدا 10، قالت لي اخلص. و كان ناصر ما يرحمش، ما يرحمش لا عسكري ولا مدني ولا مرا ولا الولد صغير. كان مام كان عنده لي زارجون، كان يجيبوا له واحد الفورماسيون باللي عند ناس اللي عندهم دراهم في ديارهم، اللي عندهم الذهب في ديارهم، وكانوا يقعدوا ليكيدو نورمال، يدوا الغنيمه. الغنيمه كانت تقعد الفيلا عند طرطاق، وكانت واحد الوقت تاني الغنيمه تقعد برا، سواء وخوه يجي في الطريق يقيس له الساشيات يرفدهم، ولا سواء يطرد الغنيمة عند كمال. كمال هذا تاني ان كرون اجون تاع جينيرال حسين. و ليكيداسيون كانوا يخلصوا عليها، كانت بزاف بزاف واحد الوقت باش ليكيدي. ليكيدي نقولك حاجة، في النهار ليكيدي حتى 25 واحد، 20 واحد، 15 واحد، تغدى زوج دي كارتو معمرين، دي فوا تخدم فيهم 12، دي فوا 10، دو دي كارتون بالعين بالعين باش تولات ليكيدي. والجن كان يقول لهم انا الاول، كان ليكيدي بالشيبكه، ودي فوا العسكري ليكيديهم بالمحشوشه باش ما يعرفوش الوش تاعه، ولا يعرفوا لي زونبرين تاعه، ولا كوم كوادر بارتيرو ولا. والجن خطير، انسان خطير، صرا لي معاه مشاكل كبيرة تاني نعاودها، وتصالحنا ولينا حباب كي الخوت. ومن بعد عندي واحد 3 سنين هكذا، 3 سنين 4 سنين، دار كونتاكت معايا، قال لي روح للعاصمة نسحقك وارواح واكتشف ربي بلي باش نتلاقوا الجن. بصح ان شاء الله نتلاقوا قرب وقت ان شاء الله في محكمة عسكرية ولا محكمة دولية، ولا نتلاقوا عند ربي ان شاء الله، ما كاينش مشكل، غادي نتحاسبوا على هذيك الفعل اللي درناه.
الجن الحق كان لي كيدي لي بريم، كنت كان يعطيني كان يعطيني 8 ملايين 10 ملايين، كي لي كيدي بزاف زعما كنت صديق تاعه، كان يقول لي بلي انتوما سوزو في سي ما تدوش لي بريم، حنا ندو وصح الحق، حنا ما كناش ندو لي بريم لي كيدي وتسود، بصح هما كانوا عندهم لي بريم باش لي كيدو لي كيدي بزاف يدي بزاف. هذه هي على رأس الجن، وخضر الجاية نعطيكم إن شاء الله على ناصر العثمان، نسموه الوناس بن ويس الوناس. ولا سمعتم بنيكم هذا كان معاه وكان قاتل حتى كان يقتل وما يخلص، هذا كان يقتل سوزوس قريكت ليكيدي وتغلق في الموت، بينما ناصر الجني ليكيدي ويدي درعان وشرى بهم فيلا في اسبانيا في اليكونت. نعم هكذا اللي راهم يديروا. دونك فوالا الجزائر اللي المجرم واللي قتل الجزائريين بدم بارد يولي مسؤول، واش المسؤول على الامن الداخلي في عوض راهو في الحبس راهو يحاسب. فوالا هذه درس للناس اللي يقول لك تبون خاطيه، يقولوا عمي تبون خصنا الماء، عمي تبون خصنا كذا، عمي تبون راه محقرونا، عمك تبون يعطيك العمى، هو المسؤول على هذا كامل وعلى باله بشي هذا كامل راهو حاصل، على باله به عمك تبون عليه، هو المسؤول على كلش. عمك تبون ما يقدرش يقول بلي ما على بالوش بلي ناصر الجن قتال، ما يقدرش يقول ما على باليش. وباش يكون نزيدو نعطوه انا كنت حلفت باللي راح نراسل كل المنظمات الدوليه الحقوقيه، نبعث لهم التيمونياج هذا، نبعث لهم الشهاده هذه تاع والي، وباش يشوفوا هاوليك شكون اليوم على راس الامن الجزائري، واللي عينوا شكون اللي عينوا يعني رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية واللي عينوا. دونك ما يقدرش يقول ما على باليش، ما يقدرش يقول ما على باليش. مازالوا يتكلموا على الثورة، يتكلموا على الوطن، يتكلموا على السيادة، يتكلموا على الشهداء، ما نظنش الشهداء ماتوا باش يجي واحد ولد حرام كيما هذا ناصر الجن يديه ملطخة دماء جزائريين، يجي يعني قتل، قال لك قد ما تقدر قد ما تدي دراهم، قتل جزائريين أبرياء، هذوما اللي قتلوهم في السي بي ام وكذا لأنهم ما صابوا عليهم والو، دخلوهم عذبوهم بعد ما صابوا عليهم والو قتلوهم. دونك لابد من فضح هاد الناس والجميع، لانه كان واحد من الحرام كان شوف التعارف كنجوز في الفيديو نشوف التعاليق يقول ربي يوفق ناصر الجن، يا ولد الحرام، ولد حرام بيئه معنى كريمه، تايا باش واحد من عائلتك راه قتل ناصر الجن، كيما ذاك اللي دار المشاهده قال سي ناصر كذا منا خوه اغتصبوه في وقت ناصر الجن، باش واتني باغي نفس الشيء. هذا كان محمد دعدي قالوا الشاعر ايه يشد بلي عاون مئات العائلات الجزائريه من الداخل في الداخل والخارج، يضرب له في الشتاء يقول لك تركي يولي مدير الامن الداخلي كش ما يعاونني، تركي يعاونك بزاف. فوالا ربي يقدر الخير بلادنا وربي يبعد عليها ولاد الحرام، باذن الله نكون واحد الوعد اننا نرفعوا دعوه أمام المنظمات الحقوقية ضد النظام الجزائري اللي وظف مجرم معترف يعني بالشهادة تاع واحد كان معاه. ما نقدروش نديرو أكثر من هكا، ونبقاو نضحو فيهم في كل شيء، نبقاو ونخلو ولادهم يحشموا الناس. رجع عنده بنته صبية على الآخر كان دايرة دراع في كان شي كورة في لابلاج تاع سيدي فرج، اه واحد جاز بجات سكين حلو شات سكين على جاز طرشها طرش بنت ناصر الجنيبان باش تعرف بلي باباها مجرم، سمعت
خالته وعائلته وعائلتهم كامل باش يعرف بلي راهم مجرمين هذو النساء، وكلهم يعرفوا بلي هذا مجرم ولد حرام كبير على بالهم بيه. فوالا ربي يقدر خير بلادنا، ربي يبعد عليها ولاد الحرام، وربي ينصر كلمة الحق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هشام عبود صحابي حر، هشام عبود صحابي حر، هشام عبود فاشي تيرو توما الإرهاب يا ريجينيرو، هشام عبود فاشي تيرو توما الإرهاب يا